قد نذهل إذا قررنا اكتشاف عادات وتقاليد جمالية حول العالم، من خرم أجزاء من الجسم بحلقان كبيرة، وضع حلقات كبيرة حول العنق، أو حتى النقش على الجلد بالوشم. كل هذه عادات تجميلية للشكل الخارجي واللي بتختلف من دولة إلى أخرى. ولكن ماذا عن الجمال الداخلي؟ هل نختلف عليه وبتختلف معاييره أيضاً؟ أم أنها أدبيات ثابتة ما بنختلف عليها؟ وحد الطفل بيقول ما يعني وبيعني ما يريد. ممكن كلنا نختلف على نسبية الجمال، ولكن ما بنختلف على براءة وشفافية الأطفال. لذلك صورنا معهم فيديو لنسألهم كيف بيشوفوا الجمال وبشو بوصفوه. متى أبدأ؟ يعني هيك الجمال هو عبارة عن شخصية، مش لازم من الشكل. جمال شخصيته لازم تكون خلوقة، شكله من حلو من برا، من برا من جوا مش حلو، ما وبتصرف بطريقة غلط ما بتعامل معه. يعني اللي بيكون صفة الإنسان من جوا وشخصيته وطريقة تعامله مع الناس وكيف بيفكر تجاه الناس. هلأ لازم يعني إذا أنا حلوة من برا لازم برضه أكون حلوة من جوا، يعني أتعامل مع الناس بطريقة كثير منيحة. يعني مو ضروري إذا الشكل مش حلو لازم تكون الأخلاق منيحة، مو ضروري إن نحط على الشكل بس. بشوف أحلى إشي فيه واللي هو إنه يعني قوية. أنا بحب حالي عشاني بحب الإشي اللي منيح لغيري. شكلي إني حنون، إنه أنا شاطرة بالدراسة كمان، كتير مرحة وكتير واثقة بحالي. لو كان عندي صاحب جديد ما بيهمني شو ما كان شكله من برا، المهم يكون عنده هواية مثلي وبيحب الخير للآخرين. هو بيحب الشغلات اللي أنا بحبها ونكون متفقين مع بعض. لا يورد المرء عنصرياً ولا مفرقاً بين الأشكال، وإنما تعزز هذه التفرقة في أدمغة الأطفال منذ الصغر. هذا أنا هو عنوان فقرتنا، هذا أنا بعيوبي ومميزاتي، بكل تجاربي السيئة والجيدة التي جعلت مني أنا. هذا أنا، بنشوفكم بحلقة جديدة.